بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا اليوم لمادة القرآن الكريم. ونعرف يا زينب أن القرآن الكريم هو كلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة. هيا الآن نراجع سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق. ونعرف يا زينب أن سورة العلق هي أول سورة نزلت في القرآن الكريم. متى نزلت يا زينب؟ في شهر؟ رمضان. في شهر رمضان، في ليلة القدر. ليلة القدر. هيا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ورب. الذي علم بالقلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أحسن. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا إن لم ينتهي. صدق الله العظيم. أحسنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. هيا علي صوتك. وطور السنين. هذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم أليس الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. سجد. ما أود ربك وما قلع. ولن أخرت خير لك
من الأولى ولا سن يا ثقة ربك فطرد ألم نعم تتكت من فهم ووجد من ووجدك فلا تق لا تفهم وأمس لا لا تنهى وأما بك نعم ربك صدق الله العظيم صدق الله.